ويبقى المهم ما هو في الغربال. الغربال الحقيقة نشر كتير جدا الفترة اللي فاتت عن الأهلي، هقول لك بعض المقتطفات لأنه الوارد جدا والواضح إنه ما بين موقف رمضان صبحي والحرص دايما وأبدا على أن هناك أزمة بالنسبة لوليد أزارو. هقول لك بعض الأخبار السريعة. كهربا يشعل الأهلي، التخطيط تطرح إعارته وفايلر يرفض، والأهلي حيران مع أزارو. كل دي نماذج لأخبار منشورة في المواقع وفي الجرائد. لا حول ولا قوة إلا بالله. رغم العرض اليوناني وفشل صفقة مولكا، أزارو راجع الأهلي من تاني، والأهلي يرفض توصيل فايلر. ريني يطلب تدعيم قلب الدفاع والمنطق سلاح الإدارة. ترجع تاني لجنة التخطيط توصي بتدعيم دفاع الأهلي قبل الموسم الجديد، والدفاع أزمة في الأهلي، والأهلي يفتح تحقيقا في أسباب كثرة إصابة المدافعين، والأهلي يرفض العناد. الإدارة تحذر فايلر من سيناريوهات جمعة، وصالح وباجي يشعلان غضب المجلس. كلام كتير من هذا المستوى وهذا النوع. ما يتعلق النادي الأهلي في أزمة ومولع من قبل الدنيا ما تبتدي. وده يعني خلاص بقى طريقة وحفظناها، يعني المفروض جمهورنا ما ينجرفش ورا الأمور دي خالص، يعني خاصة كل مرة نسأل يطلع أن الأمور مختلفة تماما عن هذا. كهربا في أحسن درجات القناعة والعلاقة والتركيز بين الجهاز الفني، وانت سألت واتحريت وتأكدت بالظبط، طم اطمن الناس. كهربا مع فايلر في أسعد اللحظات. ريني فايلر في البداية لو تفتكروا حضراتكم قال إن اللي مطلوب من محمود كهربا بعض الأمور التكتيكية في تحركاته وفي توظيف قدراته المهارية لصالح الفريق، والراجل وصل مع كهربا لمرحلة متقدمة جدا في الاتجاه ده، وشفته في الماتشات الودية واحد من أبرز اللعيبة اللي شاركت كان كهربا. موقوف محليا، رئيس لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم قال انه العقوبة مش منظور تخفيفها، لكن كهربا نفسه بيلتمس التخفيف. دي جزئية إدارية او مسألة تخص الاتحاد، لكن ما يخص العلاقة ما بين كهربا وما بين ريني فايلر على احسن ما يكون. فبالتالي كتر الرغي فيها انه يصل انه لجنة التخطيط كمان بتبحث إعارة كهربا. وهنا عايز اقول حاجة يا جماعة، لجنة التخطيط هي لجنة حتى من اسمها لجنة التخطيط، فيها اتنين من قمم رموز الكرة الأهلوية والمصرية عامة، الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف بعد انتقال الكابتن خالد بيبو لإدارة قطاع الناشئين، ومعاهم مفوض من الإشراف على الكرة. هل يكون من المناسب نشرح تاني عمل لجنة الكرة في النادي الأهلي؟ لجنة الكرة منذ أن كانت برئاسة الكابتن صالح سليم ثم الكابتن حسن حمدي ثم الكابتن محمود الخطيب دائما وابدا، وهي الان ايضا هي تحت اشراف الكابتن محمود الخطيب. هي برئاسه الكابتن محسن صالح لكن تحت اشراف الكابتن مفوض من المجلس من الكوره. هي لجنه بترسم استراتيجيات وسياسات، ايوه، لكن بتتحرى رغبه الجهاز الفني، ايوه، عندها السلطه لكن هي مش السلطة اللي بتلغي الرؤية الفنية، مش السلطة اللي بتلغي الجوانب الإدارية الواضحة. يعني ما بتخشش في شغل مدير الكورة، ما بتخشش في شغل المدير الفني، ما بتخشش، لكن بتجمع كل الأسماء، كل الترشيحات، كل بتحل الأزمات المحتملة، بتسمع الرؤية الفنية والرؤية الإدارية، وبتساعد الأجهزة الفنية والإدارية إنها تحقق لهم طلباتهم. فليست إنك يقول لك اللجنة تطالب أو بتحقق، لا، هي اللجنة لن تحقق ولا تحقق، واخد بالك، مع فلان ولا علان، إنما هي تقعد تناقش الناس. صحيح. جزئية تقرا برضو من ضمن المنشور، لجنة التخطيط تستدعي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق. ليه؟ قال لك عشان أزمة رمضان صبحي. رمضان صبحي عقد استعارة الأهلي ليه من ناديه الإنجليزي كان بينتهي في 30 يونيو. ما هو كابتن سيد عبد الحفيظ أو أي حد ما كانش في إيده إنه يغير تاريخ الاستعارة.
دي مساله بديهيه جدا. لا، في مسؤوليه مباشره على الكابتن سيد في ازمه كورونا، اتضح ان هو الذي اطلق الفيروس وهو اللي تسبب في تاجيل الدوري لحد ما انتهت اعاره رمضان. سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ هو المسؤول عن كورونا، امال ايه؟ سيد عبد الحفيظ جاب لنا الكورونا على مستوى العالم، هو اللي وصلنا لحد يونيو ومش قادر يروح الفيوم، صح؟ هو العقد كان ساعتها ان الموسم كان هيخلص في التوقيت ده. فالعقد كان كده. لانه كان مرتبط بالدوري الانجليزي، ما هو انت النادي اللي بيدي لك الاعاره هو بيشوف ظروفه هو، مش ظروفك انت. فكان في كلام في الاتحاد الدولي ان الفتره بتاعت كورونا دي هنمد فتره الاعارات على الانديه كلها، وبعدين رجعوا قالوا ايه؟ لا، خليها بالاتفاقات بين اللاعب والناديين. وده اللي عمله النادي الاهلي، ما قدرش يوصل لنتيجه لحد اللحظه دي مع هيدرسفيلد. انما في مجهود، ومجهود مخلص مستمر، في مثابره، في دقه، في تواصل تحت اشراف الكابتن القطيب نفسه. في لعيب من اهم اللعيبه المصريه، نجاحاته مع النادي الاهلي هو نفسه يعني طور نفسه وهو احد اسباب هذا النجاح، وايضا لم يسيب نفسه حجم التطور اللي حصل له مع النادي الاهلي. فمؤكد ان الرغبات متبادله، هو في دور قبل النهائي لبطوله افريقيا يهتم ان المشوار يكمل عشان باذن الله يروح كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. المصالح ايضا بتربط المصائر، يعني المصالح هنا مصير الكابتن رمضان انه يكمل لحد انتهاء الدوري مع النادي الاهلي. الشهرين دول هيقبل هيدرسفيلد نتكلم فيهم، هننجح في النقل النهائي للنادي الاهلي، هيكون في عروض ما نقدرش نقاومها جايه له بالنسبه لهيدرسفيلد. لازم نفهم ان في نادي اجنبي صاحب القرار، مش الكابتن رمضان لوحده ولا النادي الاهلي. وعقده بقى فيه سنه معاه، فالتاني بيبحث عن افضل تسويق ليه. كمان ان الاستاذ نادر شوقي يطلع يوضح للناس الجديه بتاعت كل الاطراف في هذا الامر. موقف ازارو، كل شويه في ازمه لازارو. يا جماعه ازارو ما فيش جديد. ازارو الاتفاق السعودي زي ما انتم شفتوا موقفه الا اعلنه. لكن حتى الان شفنا الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات وقال انه وليد ازارو هيفضل موجود في بلاده في المغرب لمده شهر، وهيجي ان شاء الله ينتظم في تدريبات النادي الاهلي. غير كده ما فيش اي جديد في ازارو الا على صفحات الجرايد والمواقع. ده كان ما في الغربال، لكن بعد الفاصل بعضمة لسانه وقول كمان يا ابن النادي.